نروح بقى لرسالة مهمة جدا. دور لاعب كرة القدم، دور لاعب كرة القدم هو دور ما بيقتصرش على الملعب بس، هو دور بيكون فيه مساندة ودعم كبير جدا للناس اللي محتاجة الدعم والمساندة. حرص عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي في رسالة مهمة جدا في دعم الأستاذ محمود عبد الكريم، وده مدرس فلسفة كان جات له إصابة نفس الإصابة اللي جات لمؤمن زكريا. بمجرد علم لاعبي النادي الأهلي استجابوا للدعم ده بشكل كبير جدا، وبدأ لاعبي النادي الأهلي يوجهوا رسالات دعم لمحمود علشان يقفوا معاه في محنته. أبرز اللعيبة اللي عملت رسائل مؤمن زكريا، كهربا، أفشة، أحمد عبد القادر، وإمام عاشور. تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل نستكمل مع حضراتكم فقرات برنامج الأشبال. عامل إيه؟ الحمد لله. شدها لك كده ان شاء الله ترجع احسن من الاول، وانا ان شاء الله باذن الله احاول اجي لك ان شاء الله قبل ما تسافر. نورنا يا كابتن. وربنا يشفيك وربنا يستر عليك، وده حكم ربنا وانت قدها يعني. ونعم بالله. كفايه حب الناس ليك يعني، انا والله العظيم انا ما كنتش اعرفك، يعني في كميه ناس بتحبك شفتها على فيسبوك يعني ما شاء الله. ربنا يخليك. وانا هروح اسافر المعسكر وهجي لك ان شاء الله. ماشي، انتظارك يا كابتن. انت لو احتجت اي حاجه انا اخوك، كل الزمير بس مالك دعوه. ربنا يخليك، ربنا يشفيك يا حبيبي ويعافيك.